يحاول الضغط في هذه اللحظات. كرة لبلحول يفضل التمرير دائما خطير. والهدف والهدف الأول لمصلحة اتحاد بلعباس. بلحول يفتتح التسجيل ويسجل الهدف الأول لاتحاد بلعباس والهدف الأول له هذا الموسم. وهذه فرحة جماهير اتحاد بلعباس فوق المدرجات. هاي الإعادة طه شعبان. شوف هنا شوف هنا الإعادة. في الإعادة يعني شاهدنا العمل كبير كان قام به بلحول. شوف هنا كيف مرر الكرة ناحية بن عياد. شوف الوان تو والرأسية مباشرة في شباك الحارس بن شريف. كانت جملة فنية تكتيكية ملعوبة بشكل جيد. أنهاها اللاعب بلحول في شباك المنافس. واتحاد بلعباس يسجل أول هدف منذ أربع جولات. الهجوم لم يسجل أي هدف. وبلحول أيضا يسجل هدفه الأول هذا الموسم ويفتتح عداده. كرة لمولودية بجاية مقران. هدف الفريق بأربعة أهداف ولكن اليوم ما شفناش في هذه المباراة. كرة لمصلحة مولودية بجاية. توري هدف ولا أروع من توري مالك. يباغت الجميع ويعدل النتيجة بطريقة جميلة جدا في هذه الكرة. مولودية بجاية من أول لقطة خطيرة في هذا الشوط الثاني يعدل النتيجة. وهذه فرحة أنصار مولودية بجاية. شوف التوزيع من هناك. ممتازة من توري بمقصية دائرية أودعها في شباك الحارس نجيب غول طه شعبان. هو واحد من أحسن أهداف في البطولة إلى غاية الآن. شاهدنا اليوم كرة القدم جسدت واحدة من أعرافها لما تضيع دائما الكرة لصالح المولودية. الانطلاقة من هناك عن طريق ظهر. دائما عنده الكرة. التوزيع ممتاز. توري يفعلها مرة أخرى ويضاعف النتيجة. توري مرة أخرى يفعلها ويضاعف النتيجة. الهدف الثاني لمولودية بجاية. مولودية بجاية تقلب الطاولة على اتحاد بلعباس في الشوط الثاني. وهنا التوزيع من نفس اللاعب أو من سلطاني هذه المرة. توري كان في المكان المناسب دون رقابة. حط الكرة في شباك نجيب غول. شوف بروعة. شوف يعني أمام ثلث مدافعين تمكن توري من تسجيل الهدف الثاني لصالح مولودية بجاية. كذلك كانت المتابعة بس منهزم على أرضية ميدانه أمام جماهيره بهدفين مقابل هدف واحد أمام مولودية بجاية. وهذه كرة لمصلحة اتحاد بلعباس ممتازة. هيلو الهدف والهدف لمصلحة اتحاد بلعباس. بلحول يعدل النتيجة. بلحول يعدل النتيجة لمصلحة الاتحاد في وقت كنا نقول بأن اتحاد بلعباس يحاول المعادلة النتيجة ويعدل النتيجة ويعدل الكفة لاتحاد بلعباس. ربما المباراة الآن ستأخذ يعني مسار آخر. سنرى اتحاد. شوف هنا الإعادة كانت ممتازة من سوغر. بن شريف يعني سقط بعدما تصدى للكثير من الكرات لاتحاد بلعباس. بلحول كان في المكان المناسب وعدل النتيجة. إذن اتحاد بلحول هدفان، مولودية توري هدفان. هي مباراة المهاجمين توري وبلحول كلاهما تمكن من توقيع الثنائية في هذه واللحظة. الحكم عاشوري يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل. وانتهت المباراة.